إذا مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر من مدينة وجدة. كما كتشوفوا تبارك الله أمطار الخير في المدينة، يعني هذا النهار من الشتاء صراحة واحد الجو رائع جدا، يعني أكثر ما تصوروا يعني في زمن كورونا. يعني بزاف تاع الناس صراحة اللي كيعجبهم فصل الشتاء، يعني كتشوفوا الطرقات كلها مفزقة، يعني سيرتو هاد الشارع الجميل ديال شارع مولاي حسن يعني كتسمى يعني فلاش طوبة كما كنقولو حنايا في وجدة. كما كتعرفوا يعني هاد الأجواء ديال الشتاء يعني الناس ما كتخرج اصلا، كاين الحجر الصحي، ولكن يعني كما تعودنا يعني على مر السنوات، يعني قبل زمن كورونا كما كنقولوا حنايا، الناس كانت بحال هاد الوقيته كتلقى كلشي عند داخل الدار في المالطه ديالو، كتفرج شي حاجه، العائلات مجموعين كلشي مكمش في البلاصه ديالو. يعني البرد بهذا المعنى هذا سيرتو المدن اللي كتكون دايره بالجبال وما كتكونش يعني كطيح فيها المدينه، بحال مثلا حنا في وجده دابا الجبال وبعض المناطق اللي عاليه بحال تويسان زرادة جبال بني زناسن عين المو، يعني كلهم فيهم الثلج، ولكن مدينه وجده ما فيهاش الثلج، ولكن كيكونوا غير تساقطات. وام طون يعني كي كتمشي التساقطات صراحه كيجي واحد البرد اللي عجيب وغريب، يعني المدن اللي كيكونوا دايرين بحال هكا يعني صعب بزاف يعني باش تعيش فيهم. امين اخوتي الحمد لله، يعني صعب باش تعيش فيهم، يعني الا ما كنتش مولف سيتو مثلا الناس تاع الباط تاع البيضاء مراكش اللي مولفين بالجو سخون راه كتجيهم الدعوه قضيه صعيبه. راه بعض الاصدقاء كيجيو هنا وجده، حنايا يعني كيجينا الجو يعني حنا ولفنا، يعني الناس تاع وجده اللي حاضرين معنا دابا في اللايف راهم عارفين يعني حنايا كي كنديروا نتعايشوا مع الطقس، سواء حنا الصيف كيكون كيدوز حار لاقصى درجه، والشتاء كيدوز يعني واحد كما نقولوا حنايا يعني بزاف. تبارك الله عليكم، تبارك الله على جميع السفارات مصطفى، تبارك الله عليكم، وتبارك الله على كل الحاضرين معنا في هذا البث المباشر من عاصمه الشرق اللي كي كتهضر. ولكن الحمد لله على كل حال حنا يعني ولفنا المدينه ديالنا، المدينه اللي جميله وهادئه ونقيه. يعني خصكم تعرفوا بلي مدينه وجده بين المدن الجميله جدا. يعني واحد الوقيته كان واحد صديقي في مدينه الدار البيضاء كيشتغل في وزاره الصحه، هو تكنيسان بيوطبي ديال معدات بيوطبيه بحال هكا، تكنيسان بيوميديكال، وكان عندي العرس تاع الاخت ديالي في وجده، وعرضتو قلت له يعني تقدر تجي معايا لوجده باش انه ان شاء الله هذا. سولني اول سؤال قال لي تحيه ناس عين صفه بني زناس، قال لي واش وجده قريه واش هذه. كي جا لوجده صراحه داخ يعني قال لي اخي نقيه المدينه بزاف، قال لي ما تصورتش بلي انه المدينه ديالكم زوينه هكا. يعني وجده كاين قصها غير مشاريع وفرص الشغل الساكنه كما كتعرفوا حنايا، يعني وجده كانت معروفه بالتريب المعيشي، يعني الناس كانت كتشتغل يعني بليسونس السلع المهربه من الجزائر، كتدخل هنايا يعني سوق الفلاح. لو كتعرفوا نتوما سوق الفلاح، يعني كان المغرب كامل كي كيجي لوجده كيمشي ديريكتومون سوق الفلاح، كيتقدى المالطات يتقداو داكشي ديال لارجيري، حيت الاثمنه كانت رخيصه بزاف يعني كثر ما كتصوروا. حنا واحد الوقيته كان في وجده يعني بلان ديال ليسونس كتعمرو 120 درهم، حتى وصلت لدرجه انه السيارات في مدينه وجده غاليين بزاف، بحيت ليسونس كما كتعرفوا نتوما ليسونس ما حدو كيهبط كينقص، ثمن السياره كيرتفع، ما حد ليسونس كيغلى الثمن ديال السياره. الوغ وجده كانوا يمشيو لكازا، يمشيو لاكادير، يمشيو مراكش، يمشيو للرباط ولا طنجه، كياخذوا السيارات من تما حيت ليسونس كان غالي علينا، كياخذهم بثمن رخيص كيجيو كيبيعوهم هنا في وجده بثمن غالي. يعني كانت الحركه يعني دايره اكثر ما كتصوروا، ولكن دابا للاسف
يعني كي كتلقى ناس اللي كانت عندها الديور عندها الفلوس كتشتغل تريب لي رجعت تبيع الديتاي اللي رجع خدام في كذا اللي هذه اللي هذه سيتو الناس اللي ما كانش تجمع لان بعض الشباب اللي كانوا يشتغلوا في التجريب المعيشي كانوا يدخلوا اموال طائله ولكن ما كانوش كيعرفوا كيديروا يتصرفوا فيها يعني عاطينها ملاهي الليليات تقصار فساد مجموعه ديال الامور والناس تعوجده اللي معنا هنايا اللي كبار في اللاج يعني سيتو اللي زايدين من 96 لتحت راهم عارفين هذه القضيه. تبارك الله على جميع الناس اللي حاضرين. اذا واش خوتي اخواتاتي واش نتوما فرجي في الصفا وجد النوار نيشان واش اخوتي اخواتاتي نتوما يعني كيعجبكم فصل الشتاء ما تعرف لانه كل واحد عنده ذكريات مع فصل الشتاء خصوصا ذكريات مع فصل الشتاء اللي كانت تكون يعني في سيتو الناس كي كتكون صغار يعني كيكونوا يقراو في المدرسه في الليسي ديك الاجواء تاع الصباح ماشي يقرا خارج مع 12 خارج مع 6 حتى في القسم تعقل انا كنا صغار كنقراو في الاقسام كان يكون البرد بزاف كانوا عندنا الاقسام فيهم بحال المدفأات بالحطب كتلقى الاستاذ مسكين كيمشي كي السلام عليكم عندك صح وجده نظيفه نيشان خويا كاين يعني ما كذبناش صراحه نقيه بزاف صراحه يعني كيمشي الاستاذ مسكين كيقلب على الحطب وهذه وكيشعل النار واخا هذيك النار ماشي كفايه يعني باش تسخن القسم كامل ولكن غير لو جاست كيما كيقولوا يعني كتحس بداك الاهتمام تاع الاستاذ باغي يدفي القسم وهذه صراحه عشنا واحد الاجواء تاع الصغر اللي ما نقدر نقول لكم ما يعيشهاش هذا الجيل هذا اللي راه طالع اليوم انه كل توحشنا وجده عبد الرحمن مولكران الله يرحمه نيشان اخويا عبد الرحمن عندي ما كنت وحش كران كنطلع للازاري ناكل لانه كران تاع سونترفيل ماشي هو كران تاع عبد الرحمن كران يعني هذاك كران يعني في شكل هاد كران اكله وجديه اللي ما يعرفهاش يقدر يقلب عليها في جوجل ويعرف يعني ايش في وجده في الشتاء الصيف صعيب الحراره نيشان لانه فصل الشتاء عنده الدواء عنده الدواء بهذا المعنى ولكن فصل الصيف ما عندوش الدواء فصل الشتاء كتلبس مزيان كتكوفش كتغطى ولكن الصيف الا كانت الحراره راه حتى الغطاء ما كي واش شنو غادي دير ما يسلكها غير كليماتيزور كليماتيزور كما كتعرفوا نتوما كيضر اغلبيه مساكين كان الناس اللي مرضوا بالحساسيه مرضوا ب ضربهم البرد كما كتعرفوا كذلك عاوتاني يعني البرد ديال الشتاء صعيب بزاف ديال فصل الصيف صعيب لاقصى درجه. اذا خوتي خواتاتي يعني كما كتشوفوا دابا الامطار كتهطل يعني امطار يعني دابا واحد الشتاء اللي رقيقه هاد الشتاء هادي كتفرح صحاب الفلاحه خصوصا صحاب الفلاحه وكنظن انه هاد الايام غادي تدوز هكا ان شاء الله بس ربي يجيب الفرج مع اللقاح بان عاوتاني والفرحه تكون فرحتين كما كنقولوا حنايا يعني الحمد لله يعني صراحه انا بعد من الناس اللي كما قالت الاخت نور راميرز انا كنفضل الشتاء انا فصل الشتاء عندي فيه ذكريات وكنرتاح فصل الصيف هو كيعجبني حيت كيكون واحد الاجواء اخرى عاوتاني نتاع السهر بالليل كتخرج كتسالى كتمشي للبحر هذه فصل الربيع كذلك عاوتاني كتكون اليز نفسيا وهذه ولكن اخوتي واحد الفصل انايا اللي ما سبحان الله نفسيا مانيش عارف شكون شي فصل الخريف كنحس بواحد التوتر وواحد واحد الازمه نفسيه وواحد يعني حتى النفسيه ديالي ما كتكونش في هذاك الفصل يعني فصل الكآبه الخريف مالا قالتك نعس في السطح في الصيف ولكن اختي تعرفي ولا راه داتك عينك في السطح فهاديك البروده في الصباح كتضرب فيك هذيك الشميشه وكتكوني دايخه بالنعاس خصك تهبطي للبيت عاوتاني المهم مشكله كما درتي حصلتي اللهم الشتاء ولا الصيف نصر الدين تلاقيت تبارك الله عليك خويا تحياتي ليك الله يعطيك الصحه خويا كرامه من عند الله سبحانه وتعالى بغينا نشارككم هاد الاجواء تاع الامطار دابا يعني من هنا من المدينه كما كتشوفوا يعني نشتا تبارك الله خدامة خباطة يا أخي النخل
تقدر تلقاه في مدينة صحراوية أو مدينة ماشي صحراوية، لأنه صراحة النخل كيتعايش مع الأجواء ديال الحرارة وما كيضيعش بهذا المعنى، وصراحة يعني كيعطي واحد الزينة من أغنى من مدن المغرب، ولأني مع الأسف الفلوس ديال الناظور كيستغلها. لا يا أخي كلامك خطأ خطأ، يعني النخل كما كنقولوا حنا يعني كيتأقلم، يعني النخل يعني كيصبر العطش واخا ما يكونش الماء واخا هادي، وكيعطي واحد الرونق زوين صراحة يعني للمدينة. كانت هذه الفكرة ديال واحد الوالي كان في وجد الله يذكره بخير على ما أعتقد الإبراهيمي، اللي في الوقت ديالو اللي كانت الأشغال والتدشينات تاع سيدنا، كان كل سنة تبارك الله يجي، أتمنى أنه سيدنا عاوتاني يرجع يزور يتفقد هذه المدينة صراحة، إنه كنا كنستبشروا الخير يعني بسبب ديال سيدنا ومبادرة ديالو لمدينة وجدة، رجعت هكا والشوارع ديالها رجعت أنيقة، وراه وجدة ما كانتش هكا صراحة. الناس اللي كتعقل على وجدة راه عارفة شنو كاين كما كنقولوا حنايا. نتمنوا إن شاء الله الخير للجميع، يعني فصل الشتاء يعني دخل، احنا في شهر 12 دابا ما كتعرفوش، شهر 12 بالضبط 21 شهر 11 21 في الشهر، الا شهر 12 اه شهر 11، يعني دابا حنا فصل الشتاء. حنا في السنغال غير حرارة، وطال الحرارة بعض المرات زوينة، يعني المناطق اللي حارة كتصلح للناس المساكين اللي مرض بالأزم وداك الشيء. كنا هضرتي على الراي فتحت الماض، والله ما فهمت اخويا، خرج قلب على شي قادوس فرقع. لا لا الحمد لله البنيه التحتيه ديال مدينه وجده مزيانه صراحه، يعني ما كتشوفش يعني ازقه، عكس واحد القريه كنا مشينا لها العتامنه مساكين مكرفسين هذوك الناس بزاف، يعني تخيلوا انتم واحد السيد جا تما قال لهم خصنا هنا غير تجيتسكي. اذا اخوتي اخواتاتي يعني كما كتشوفوا هذه الاجواء الجميله هي مدينه وجده، الشتاء فصل الشتاء يعني الشتاء، وواحد الجو بارد جدا، يعني حتى القطرات نتاع الشتاء دابا كتهبط عليا على اليد ديالي بارده من غلاسيا، يعني كتحس بلي انه كاين فريمون فصل الشتاء صراحه. و 21 شهر 12 نيشان، يعني ما بقاش بزاف، يعني الحمد لله، يعني دابا عاد نتمنى الخير ان شاء الله. اذا خوتي خواتاتي نخليكم كنتم معنا في هذا البث المباشر، الى لقاء اخر ان شاء الله في البرنامج الليلي ان شاء الله. اليوم غادي نناقش واحد الموضوع زوين، نتمنى انه كل شيء يحضر معنا كي يطلع اللايف من وجده، ودائما كيتلقاو مع الرعد بطبيعة الحال. تابعونا ما تنساوش تبارطاجيو، لان بزاف تاع الناس هنا اللي كيتابعوا اللايفات ديالي، تبارك الله عليكم وعلى الدعم ديالكم وعلى الحضور ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لينا والقناة شوف تي في. نتمنوا ان شاء الله نكونوا دائما في المستوى بطبيعة الحال، يعني كما كتشوفوا يعني واحد الاجواء جميلة جدا صراحة، ما سخيش نقطع اللايف، بغيتكم تشاركوا معايا هذا المنظر الزوين ديال هكا الارض، الارض فيها فازقه فيها المياه. بشرى قالت لك البرد حسن من الصيف، طبيعة الحال لان البرد عنده الدواء، الحراره ما عندهاش الدواء اختي. كما كتشوفوا يعني اجواء رائعه، يعني